السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي. هنبدأ إن شاء الله معاكم الترم الثاني، وما تنسوش تشتركوا معنا في قناتنا وتعرفوا زمايلكم عشان يوصل لكم كل جديد. إن شاء الله في حلقات موجودة في الترم الثاني جاهزة على القناة بتاعتي، إن شاء الله هنرتبها ترتيب كويس كده إن شاء الله، عشان إيه يبقى كله عارف. عندي اولى اعدادي وتاني اعدادي وتالت اعدادي موجودين فعلا على اليوتيوب، وعندي اولى ثانوي وتانية ثانوي موجودين، وسنة ستة ابتدائي الروافع لغات والعلوم باللغة العربية. ان شاء الله هنبدأ النهاردة اولى حلقاتنا في الصف الثالث الاعدادي. اول درس عندنا التفاعلات الكيميائية. التفاعلات الكيميائية عشان نفهمها لازم نعرفها تفاعلات الكيميائية. ما معنى تفاعل كيميائي؟ خدناه قبل كده، هو كسر روابط جزيئات المواد المتفاعلة اللي بتبقى دايما على اليسار. دي معلومة لنفسنا اللي بين قوسين، دي كسر روابط جزيئات المواد المتفاعلة وتكوين روابط جديدة للنواتج. دي دايما بتبقى على ايه؟ اليمين. ده تعريف مين؟ التفاعلات الكيميائية او التفاعل الكيميائي. التفاعلات الكيميائية عندنا في تالتة اعدادي السنة ده هندرس تلات انواع. النوع الاولاني اللي هنبدأ بيه حالا ان شاء الله الانحلال بالحرارة، واحيانا بنقوله الانحلال الحراري. نمرة اتنين الاحلال، وفيه نوعين، احلال بسيط واحلال مزدوج. تالت نوع ومهم جدا عشان تانية سنة وكيمياء، الاكسدة والاختزال. يبقى فيه تلات انواع عندنا في المنهج: الانحلال بالحرارة، الإحلال بنوعي إحلال بسيط، وإحلال إيه؟ مزدوج. طبعا هنبدأ النهاردة الانحلال بالحرارة نخلصه، وجميع الأسئلة اللي عليه بإذن الله علشان نعرف الأسئلة بتيجي إزاي كمان في الامتحان. الانحلال بالحرارة ليه تعريف؟ تفكك أو انحلال المركبات الكيميائية إلى ما هو أبسط منها، بس بشرط إيه؟ بالتسخين أو بإيه؟ بالحرارة. يبقى لازم أقول الشرط ده. هنحاول ناخد ست معادلات ونفهمها بالراحة كده قبل ما نشرح ونحط الأسئلة اللي بتيجي في الامتحان. أولا السؤال المشهور في تالتة إعدادي: ما أثر الحرارة على بين قوسين مع كتابة معادلة التفاعل موزونة أو متزنة؟ هو ده سؤال؟ هو احنا شرحنا حاجة؟ لا، لازم نعرف واحنا بنذاكر من اول كلمة ايه صيغة السؤال، لان كل معادلة ان شاء الله هناخد عليها ست سبع اسئلة من اللي بيجوا في الامتحانات. كل معادلة يعني مش معادلة بس وخلاص، لا. نمرة واحد السؤال ما زال ما اثر حرارة، يبقى ما اثر حرارة على نمرة واحد كبريتات النحاس الزرقاء، يعني لونها ازرق. لونها ازرق، لازم اعرف اللون. كبريتات النحاس الزرقاء، يبقى نركز في السؤال كده. ما أثر حرارة مع كتابة المعادلة كبريتات النحاس الزرقاء، يعني لازم نراجع الصيغة الكيميائية بتاع أولى إعدادي. النحاس CU، كبريتات SO4. نركز بقى كده الطريقة اللي هنحل بها. طبعا بنعمل حرارة بالعربي أو مثلث، للمثلث ليه معنى تانية في ثانوي غير الحرارة
في الكيمياء دلتا يعني تغير، تحت هنا في المثلث وكاتب كلمة أو، يعني نكتب حرارة بالعربي أو تسخين بالعربي أو علامة الإيه؟ المثلث. نطبق القانون كسر روابط جزيئات المواد المتفاعلة. نطبق التعريف، ما نحفظش كده وخلاص. يبقى هنا نحاس وهنا مجموعة كبريتات. طيب نبص للمنظر اللي قدامنا كده، حوار بسيط كأنها مسألة رياضة مش كيمياء. أنا عندي نحاس ما معاش أي حاجة، الكبريت معاه 4 ذرات أكسجين. طبعا هنجيب ذرة أكسجين، ده اللي بيحصل في التفاعل، ذرة أكسجين للنحاس، ما يتبقى SO3 غاز يتصاعد. تاني جبنا ذرة أكسجين للنحاس، أصبح أكسيد نحاس CuO، خلاص، زائد طبعا ده راسب، وعند الغاز اللي طالع SO3. طب أنا أسمي الغاز إزاي؟ نفهم كده عشان يبقى الإيه الحفظ مش صعب علينا. ثالث أكسيد الكبريت، ترجمة حرفية، ثالث أكسيد الكبريت. طب هنا أكسيد نحاس، ترجمة حرفية برضو للعناصر اللي قدامي، يبقى في غاز تصاعد وفيه راسب إيه؟ تكون. ناخد بالنا، وعدنا إن كل معادلة هيطلع عليها 6 أسئلة أو 7 أسئلة، نخليهم في الآخر بس أما ناخد ال6 معادلات أو ال5 معادلات اللي مقررين علينا. المعادلة التانية نفس العنوان، وبنعتبر ده صيغة سؤال من ال5 أو ال6 اللي قلنا عليهم. التاني حاجة، ما أثر حرارة على هيدروكسيد النحاس الأزرق؟ هيدروكسيد النحاس الأزرق لونه أزرق؟ آه لونه أزرق، الألوان مهمة في تالتة إعدادي. طب نترجم كده، نحاس CuOH. طبعا في طلبة شاطرة ممكن واحد طالب أو طالبة تقول لي طب اشمعنى النحاس عملناه هنا ثنائي؟ طبعا النحاس لو ما قاليش أحادي أو ثنائي أثناء الكلام بنعتبره دايما إيه؟ ثنائي. كسر روابط جزيئات المواد المتفاعلة، نحاس ومجموعتين هيدروكسيد، نفهم كده بالراحة. المنظر اللي قدامي ده أنا جزأت الهيدروكسيد على سطرين، ليه؟ نفس المبدأ اللي فوق، النحاس واقف ما معاش حاجة، هناخد منه من هيدروكسيد من مجموعتين ذرة أكسجين، يبقى أنا هيديني هنا أكسيد النحاس راسب، خلاص، زائد يتكون ايه؟ ميه، وساعات بنقول بخار ميه. بخار ميه امتى؟ لو استمر التسخين، عشان في ناس بتعلق كتير على المعلومات ديت او الموضوعات ديت، بنشوف كل سنه كده يا استاذ ده بخار ميه ولا ميه؟ والله لو استمر التسخين للغليان هيبقى بخار ميه، نكتبها بخار ميه عشان ما نختلفش كتير طالما في تسخين. يبقى دي تاني معادله. تالت معادله، عشان 3 الناحية دي و3 الناحية التانية إن شاء الله. رقم 3، ما زلنا العنوان الأصلي ما أثر الحرارة على كربونات النحاس الخضراء لونها أخضر، أه بين قوسين، أه دايما اللون عامله بين قوسين، كربونات النحاس CuCO3 سهم وعليه حرارة. نبدأ نشوف كده بالراحة، كسر روابط جزيئات المواد المتفاعلة، نفس الكلام اللي قلناه فوق، هنا كربونات، نفس الحوار، واقف ما معاهش حاجة خالص والكربون معاه 3 أكسجين بنفس اللفظ كده، اه يبقى هنجيب هنا ذرة أكسجين للنحاس بقى أكسيد نحاس، وما تبقى ثاني أكسيد إيه؟ الكربون، غاز يتصاعد. يبقى الناتج عندي أكسيد النحاس زائد ثاني أكسيد إيه؟ الكربون. معادلات تكاد تكون فيها نفس الفكرة ونفس الأفكار. طيب رقم 4، ما أثر حرارة على أكسيد الزئبق الأحمر لون أحمر؟ آه
واتفقنا الالوان دايما بنحطها ايه بين قوسين. اكسيد الزئبق اتش جي، ده الزئبق، اكسجين او، سهم وعليه حرارة. نركز بقى من اول رقم 4 كده. طبعا ما نحاولش نحفظ ولا حاجة، ولكن جزء ناخده في الذاكرة عندنا كده، وهو ان الاكسجين لما يجي يطلع، طبعا بصوا المنظر كده، كسر روابط جزيئات المواد المتفاعلة عشان نعرف برضو بنوزن المعادلات ازاي، نشغل دماغنا بسرعة. الاكسجين ما ينفعش يطلع في صورة ذرية، الزئبق ينفع. يعني ايه؟ يعني الاكسجين هيخلينا اضطر ان احط 2 هنا عشان نفهم برضو المعادلة بتتوزن ليه وازاي. يبقى هنا 2، هنا 2، هنا 2، يبقى يطلع لي الزئبق HGO مادة فضية مش راسب ولا حاجة. الزئبق معروف ما بيتمسكش، خلاص. يبقى الزئبق مادة من الفلزات ولكن في صورة سائلة وما بتتمسكش. زئبق وقع على الأرض كده بينزل 3 4 5 أجزاء صغيرة كده وما بتمسكش خالص. هنا الناتج الثاني O2 غاز يتصاعد، دي رقم 4. طيب 5 و6 معادلتين غاية في الأهمية، لأن أنا بعتبرهم واحدة أصلية والتانية توأم بتاعتها. ما أثر الحرارة على نترات الصوديوم؟ ده الأصل. طب التوأم نترات البوتاسيوم. بقول التوأم ليه؟ لأن كتاب المدرسة أو أي ملخص أو أي مذكرات ما بتجيبش إلا الأولانية. طيب وبعدين الامتحان ممكن يقوم جايب لي التانية، لأن إيه اللي في نفس المكان ونترات البوتاسيوم بالمثل زي نترات إيه؟ الصوديوم. نشوف كده الأول نترات الصوديوم إن إيه؟ إن أو 3 سهم وعليه حرارة. ده بين قوسين بقى للي عاوز يفهم كيمياء من الوقت، ده اسمه انحلال جزئي. انحلال جزئي يعني ايه انحلال جزئي؟ يعني مفيش تكسير، ده رقم 1. رقم 2 ان في طريقة تانية مختلفة خالص عن اللي فوق. بنحط هنا 2، اتفقنا الاتنين بدءا من رقم 4 من اكسيد الزئبق الاحمر، وعندي نترات الصوديوم ونترات البوتاسيوم في 2. طب نبص طريقة سهلة كده عشان ما نضيعش وقت كتير. الاتنين ديت نفردها كده على سطرين، ان ايه ان او 3 ان ايه ان او 3. هنا هنسحب او ننزع ذرة اكسجين، ما تبقى ان ايه ان او 2، بسيطة جدا. التانية زيها، ما تبقى ان ايه ان او 3، شلت واحدة وسحبت ذرة اكسجين بقوا 2، يبقى ان ايه ان او 2. نجمع مجموع جبري. يعني ايه مجموع جبري؟ يعني بنجمع الارقام بس، رياضة. 2 او يعني يطلع لي غاز الاكسجين، وما تفرقش بالمناسبة غاز الاكسجين هنا قبل الزائد او بعد الزائد، ما بتفرقش، المهم الناتج يطلع صح. هنعمله مرة كده ومرة كده عشان ايه ما نثبتش ايه معلومات خطأ من اللي احنا بنسمعها. نجمع كده مجموع جبري، 1 و1 2، بنجمع مجموع جبري فقط الارقام. اذا المركب زي ما هو، ان ايه ان او 2، مش نسرح ونقوم كاتبين ان ايه ان او 4 نجمع برضو الاكسجين، لا طبعا. خلاص زي 1 س تربيع، 1 س تربيع يبقى 2 س تربيع في الرياضة. يبقى بنجمع مجموع جبري عدد ارقام، يبقى الناتج الثاني ان ايه 2 ان ايه ان او 2، دي اسمها نايتريت. امال دي كان اسمها ايه؟ نترات. طيب نشوف اخر واحده عشان نحط الاسئله المهمه جدا اللي بتيجي والتعليلات. نترات البوتاسيوم 2 كي ان او 3، يبقى شلنا بس الصوديوم وحطينا ايه؟ بوتاسيوم. طيب برضو نعملها نفس الطريقة.
يعني ك ان او 3 ك ان او 3 ذرة اكسجينة، ذرة اكسجين هنا، هنا ما تبقى ك ان او 2. سهلة جدا وجميلة، بس ناخد بالنا دي الوحيدة اللي بتتعمل كده في 90% من الكيمياء اللي بندرسها لغاية الجامعة. ده اسمه انحلال جزئي ومعروف ومشهور في الكيمياء. هنا واحد وواحد، وهنا واحد وواحد، مجموع جبري برضه، يعني او 2 غاز الاكسجين يتصاعد. هنا هو مجموع جبري 2 كي ان او 2، الناتج لازم اكتبه فوق، يبقى او 2 غاز يتصاعد زائد 2 كي ان او 2. اللي ينسى ما يكتبش الناتج ده فوق، ممكن المدرس او المدرسة اللي بتعلم ما تاخدش بالها من اللي انت عامله تحت، تعلم لك الايه الاجابة انك انت ما حلتش المعادلة. لازم واحنا بنشتغل نطلع النواتج ايه مباشرة. ده اول نوع عندنا. طيب احنا قلنا هنكتب اسئلة وهنكتبها ونسيب المعادلات زي ما هي عشان نشوف عايزين نقول ايه. اولا السؤال الاولاني علل. طبعا السؤال الاول انا اعتبره ما اثر الحرارة على، نعد كده كم سؤال، يبقى ما اثر حرارة على اي واحدة من الستة. طيب السؤال الثاني علل. يتكون راسب اسود، راسب اسود عند تسخين اي حاجة من اللي عندنا. التلاتة اللي عندنا دول فيهم راسب اسود، يبقى يتكون راسب اسود عند تسخين اي حاجة وليكن كبريتات النحاس الزرقاء. كبريتات النحاس الزرقاء لماذا؟ ليه؟ الإجابة النموذجية بسبب تكون أكسيد النحاس الذي يكون هذا الراسب الأسود. يبقى يتكون راسب أسود عند تسخين كبريتات النحاس أو هيدروكسيد النحاس أو كبريتات أو كربونات النحاس. الإجابة النموذجية بسبب تكون أكسيد النحاس الذي كون هذا الراسب الأسود، هذا الراسب الأسود. يبقى ده تاني سؤال، يعني ده راسب أسود؟ اه، هنا راسب أسود، هنا راسب أسود، هنا مادة فضية اللون، خلاص ده أبيض وده أبيض إيه؟ مصفر، الناتج اللي طالع هنا. طيب السؤال الثالث أكمل، نركز أهو في أكمل بقى. عند تسخين كربونات النحاس، يبقى رقم ثلاثة أكمل في الأسئلة، أكمل. رقم أربعة صوب الخطأ. خمسة ماذا يحدث عند أي معلومة من هنا؟ تسخين كبريتات النحاس، هنقول يتكون راسب أسود بين قوسين أكسيد النحاس وتصاعد غاز ثالث أكسيد الكبريت. طب رقم ستة في الأسئلة إيه اللي ممكن يجي لي؟ ممكن يجي مثلا يقول لي أكمل المعادلة، يعني اكتب لي المعادلة وعاوز أكمل. آه، يبقى الوقت نراجع تاني مع بعض كده الأسئلة إن شاء الله. أول سؤال عمومي موجود في المحافظات كلها، ما أثر الحرارة مع كتابة المعادلات؟ ده السؤال الأولاني على الست معادلات. زي ما عملنا كده بالظبط، أي سؤال يجي لنا بنعمل المعادلة وبنطلع الناتج ونقول له إن ده غاز، ونكتب اسم الغاز بالمناسبة، يعني ده غاز ثالث أكسيد الكبريت. هنا بخار مية زي ما كتبنا، هنا غاز ثاني أكسيد الكربون. وخلاص احنا قلنا ايه؟ أكسيد النحاس ده مادة سوداء زي ما قلنا. خلاص يبقى الوقت هنا هوت كبريتات النحاس ثاني ثالث أكسيد الكبريت، هنا بخار مية، هنا غاز ثاني أكسيد الكربون. ثاني أكسيد الكربون، هنا غاز الأكسجين. أنا بركز على الكلام ده ليه؟
لأن أكمل السؤال اللي قلنا فيه أكمل أهو، عند تسخين أكسيد الزئبق الأحمر يتصاعد غاز نقط. طب صوب الخطأ، عند تسخين أكسيد الزئبق الأحمر يتكون غاز ثاني أكسيد الكربون. غلط طبعا، إيه غاز الأكسجين، دي اسمها صوب الخطأ. طب رقم 7 في الأسئلة، تخير الإجابة، يبقى 7 أسئلة زي ما قلنا، تخير إجابة من أو الإجابة الصحيحة وخلاص، تخير الإجابة الصحيحة. يكتب لي عند تسخين أكسيد الزئبق الأحمر يتصاعد غاز، ويكتب لي 4 غازات، يا إما بالرموز يا إما بالأسماء عشان نشوف سيادتك أو سيادتك عارفة الرموز ولا لأ. يعني إيه؟ عند تسخين أكسيد الزئبق الأحمر يتصاعد غاز، ممكن يكتب لي O2 ولا CO2 ولا SO3 ولا N2. ركزوا كده في الكلام، ده رموز. طيب في سؤال تاني، تخير من بين الأقواس، يعني ده ممكن 7 وممكن 8 كمان. خلاص، عند تسخين أكسيد الزئبق الأحمر يتصاعد غاز الأكسجين بالعربي بقى، يعني اكتب لي ترجمتها، الأكسجين ولا ثاني أكسيد الكربون ولا ثالث أكسيد الكبريت ولا غاز النيتروجين. يعني ممكن مرة يجيب لي كده ومرة يجيب لي بالرموز، وموجودة فعلا في المحافظات. خلاص، طيب أكمل. قلنا هنا عند تسخين وشرحناها المعادلة، أي حاجة من الستة عند تسخين كبريتات النحاس الزرقاء خلاص يتصاعد غاز نقط ثالث أكسيد الكبريت، ويتكون راسب يسمى نقط ولونه نقط يسمى أكسيد النحاس، ويرمز له نقط CuO ولونه نقط أسود. صوب الخطأ، قلنا يكتب لأي عبارة وفيها جزء غلط. عند تسخين هيدروكسيد النحاس الأزرق يتكون راسب أسود أو راسب أسود من كبريتات النحاس، يكتب لأي تأليفة، طبعا هشطب عليها واكتب ايه؟ اكسيد ايه؟ النحاس. رقم 5، ماذا يحدث عند تسخين اي حاجة من اللي عندنا؟ اكسيد الزئبق الاحمر، وده مليانة كتير بالمناسبة. خلاص، يبقى بنكتب له المعادلة، نقول يتصاعد غاز الاكسجين وتتكون مادة ايه؟ فضية اللون. طيب اكمل المعادلة، يكتب لي اي معادلة من اللي احنا قلناها، CO CO3 سهم كده، ويعمل لي نقط زائد نقط. تخيل الإجابة الصحيحة، قلنا ممكن رموز وممكن إيه؟ أشكال من اللي عندنا. كده 7 أسئلة على كل معادلة، المعادلات تتذاكر بورقة وقلم ونفهم إحنا بنعمل إيه عشان ما يتراكمش علينا حاجة. الحصة الجاية إن شاء الله والحلقة القادمة بإذن الله هنبدأ الإحلال من نوعين، البسيط والمزدوج. بعد كده ان شاء الله هنبدأ في النوع الثالث وهو الأكسدة والإيه والاختزال. ما تنسوش الاشتراك معانا في قناتنا وتعرفوا زمايلكم، وفي حلقات كتيرة موجودة ترم تاني لجميع الصفوف من سنة 6 لغاية تانية ثانوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.